يقول أبو بكر ابن العربي: التقيت بشيخنا الإمام أبا حامد الغزالي، وكان قد التقاه وتتلمذ عليه قبل ذلك لكن مدة يسيرة. قال: التقيته في البيداء في الصحراء، كان في طريقه إيش؟ الحج. قال: يلبس مرقعة، مرقعة فقراء، وبيده عكازة، وعلى ظهره ركوة فيها الماء للوضوء والتطهر. فقلت له: إمامنا أبو حامد؟ قال: أبو حامد. قلت: ما هذا الذي أراه؟ أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ أصبحت من الصوفية أنت يعني السالكين هيك وتركت العلم والتعليم؟ قال: فنظر إلي شزرا باستخفاف: فيك تدريس العلم؟ أنت تقول لي أنا تدريس العلم؟ هذا أبو حامد يعني تتحدث مع أعلم أهل الأرض في وقته وتقوله تدريس العلم؟ قال: فنظر إلي هكذا باستخفاف وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذي منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا رقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. وذهب قدس الله سره الكريم.